بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ابتدائي مع مس هناء السمان. وصلنا النهاردة لـ Lesson 4، الدرس الرابع من الوحدة الثانية. الدرس الرابع من الوحدة الثانية معانا على صفحة 85 من كتاب الأضواء، كتاب جم. هيتكلم عن Phonics، صوتيات، Writing والكتاب. بيتكلم هنا النهاردة عن حرف تي اتش، لما يجوا مع بعض حرف التي بعدها الاتش على طول في نفس الكلمة نقول ننطقه ازاي؟ ننطقه ث ث، في بعض الكلمات ينطق ث زي three three، يعني تلاتة، رقم تلاتة، ادي تي اتش هنا في بداية الكلمة ينطق ث، نقول three three يعني تلاتة. طيب دي throw 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 يعني يرمي او يلقي الكرة. طبعا الكلام ده عد علينا ككلمات، عدت علينا، بس احنا دلوقتي بنركز على حرف تي اتش، بنقول ان هو ينطق ث. 13 13 يعني رقم 13. bathroom 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 يعني حمام، bathroom يعني حمام. mouth mouth هنا تي اتش تنطق ث برغم ان هي جت في اخر الكلام. يبقى هنا 3 throw 13 حرف التي اتش كده مع بعض جه في اول الكلام ينطق ث. هنا bathroom bathroom يعني حمام، هنا تي اتش في وسط الكلام. طيب نشوف هنا تي اتش في اخر الكلام زي mouth mouth فم. ايه كمان؟ teeth 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 يعني أسنان. tooth tooth هي سنة واحدة فقط، خلاص كده. طيب نشوف هنا حرفي الاتنين دول اسمهم حرف E و E مع بعض ينطق لما نشوف الحرفين دول مع بعض كأننا بنقول E كده، فيها مد طويل. هنشوف هنا زي thirteen thirteen، ادي الاي اي اهي، بنقول thirteen يعني رقم 13. green 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 يعني اخضر، فيها حرفين اهم الاي اي ده يبقى حرف ممدود long يعني حرف طويل في الصوت كده، نقول صوت طويل، نقول green. teeth teeth ادي الاي اي اهي. three three هذه الاي اي تنطق بصوت ممدود يعني كانه صوت طويل. بي بي نحله. طبعا الكلمات دي كلها عدت علينا قبل عن كده، ما فيش حاجه جديده. نشوف بعد كده صفحه كام؟ 86. هنا عليها الهومور تايم، وقت بقى الواجب، عباره عن اعاده كتابه حفظ وحفظ كمان الكلمات دي، احنا حافظينها بالفعل قبل عن كده بس نعيد مراجعتها وحفظتها مرة تانية. 3 3 throw يرمي 13 13 bathroom bathroom حمام. طيب في ايه كمان عندنا؟ mouth mouth فم. green اخضر. بي اللي هي نحلة. طيب نكمل كمان عندنا بعد ما خلاص خلصنا الواجب بتاعنا في صفحة 87 موعدنا مع Lesson 4 Activities، أنشطة على Lesson 4. خلصنا خلاص Lesson 4 بالجزئين بتوعه. ناخد دلوقتي Activity 1 نشاط واحد، بيقول Listen and number the pictures. يعني ايه الكلام ده؟ Listen استمع، number the pictures يعني ضع رقم على الصور. هنا الصورة دي صورة اقول انا هنا صورة فم، هنا صورة سنة، هنا صورة ثلاثة. انا هقول كلمة منهم وانت تقول لي بقى الرقم، تقول الرقم على الصورة الصحيحة. هقول هنا مثلا في الاول هقول توث توث، فين توث؟ اهي. يبقى احنا كده هنا نضع نمبر 1 عشان هو ده الكلمة الاولى اللي انا قلتها. طيب هقول كمان ماوث ماوث، يبقى ادي نمبر 2، هذه الكلمة الثانية اللي أنا قلتها. فاضل الكلمة اللي هي 3 3 وكمان هتاخد رقم 3.
نشوف هنا activity 2 نشاط 2 بيقول ايه؟ lock انظر and circle وضع دائرة. دي ايه دي بقى؟ teeth ولا 3؟ مين فيهم؟ طبعا كلنا شاطرين وعارفين ان دي ايه؟ teeth اسنان، يبقى احنا هنختار ايه؟ teeth اسنان، نضع دائرة. مش هو قال circle؟ circle يعني دائرة. طيب دي مين دي؟ بي ولا throw؟ طبعا بي اللي هي ايه؟ نحلة. اللون ده، ده لون طبعا، لون ايه؟ لون اخضر. طيب لون اخضر تبقى هي bathroom ولا green؟ واضح جدا هي green، دي كلها اسئلة سهلة جدا جدا يا مس. number 3 هنا activity 3 بيقول ايه؟ lock and complete انظر واكمل. ده رقم كام؟ ده رقم 13. طيب كاتبين تحت احنا رقم 13 لكن في حروف ناقصة، نعمل ايه؟ عايزين نكملها. طيب مين هيكملها؟ هيكملها اللي حافظ الكلمات. يعني هنا عندنا ايه؟ 13. يا ترى في حرفين ناقصين، مين عارفهم؟ ها حرفين اللي هما حرف اي واي كمان، وهنا نضع كمان حرف اي تاني عشان تبقى 13 رقم 13. طيب الولد ده بيعمل ايه؟ يلقي الكرة او يرمي الكرة. يرمي او يلقي احنا قلناها اسمها ايه؟ throw. throw ادي هنا تي وكمان بعدها ايه؟ حرف اتش تبقى على بعضها تي اتش تنطق ايه؟ ث. throw يرمي. طيب دي ايه؟ ايه السهم مشاور هنا على سنة واحدة تبقى ايه؟ توث. توث يبقى المفروض احنا نكمل بحرفين هما او او عشان دي سنة واحدة، لكن لو ما كانش في السهم ده كنا هنقول على كل دول تيث. نشوف بعد كده صفحة 88. 88 فيها activity 4 نشاط 4 بيقول ايه؟ lock انظر color لون and write واكتب. دي مين دي؟ صورة بي. بي يعني نحلة. طيب نختار ايه؟ هل هي كلمة بي فيها الحرفين دول ولا دول؟ فيها اي اي ولا تي اتش؟ طبعا فيها اي اي. مش بس كده، ده احنا هنكتب الكلمة، مش هو بيقول رايت؟ خلاص يبقى نكتب الكلمة ادي بي، وهنسيب لك انت التلوين تلون ايه؟ تلون دي اي اي. طيب بعد كده دي ايه ده؟ ده كله على بعضه ايه؟ تيث. تيث تيث يعني اسنان، اهي اسنان كتير. طيب كلمة تيث فيها الحرفين دول ولا دول؟ طبعا فيها دول اللي هم ايه؟ تي اتش. طب هنشوف بقى نكتب تيث ونشوف فيها تي اتش ولا لا. ادي تيث يعني اسنان، يبقى فيها تي اتش خلاص. طيب ايه ده؟ ده باثروم. باثروم يعني حمام. فين الحرفين الموجودين في باثروم؟ هل هي الاي اي ولا تي اتش؟ طبعا تي اتش، يبقى احنا نكتب هنا ايه؟ باثروم. ادي باثروم يعني حمام، ونلون احنا الحرفين الموجودين في الكلمة. نشوف هنا نمبر 5 بيقول ايه؟ نشاط 5 لوك اند رايت انظر واكتب. طيب نكتب ايه يا عم؟ ادي ثلاث صور. ده ايه ده؟ green. green مين يعرف يكتب green؟ لون green، لون الاخضر الزرع الجميل، ادي green وكمان كتابتها سهلة. الرقم ده هو ايه؟ مين عارف؟ three. three يعني ثلاثة. طب الولد ده بيعمل ايه بالكورة؟ بيعمل ايه؟ مين يعرف الفعل ده اسمه ايه؟ throw. throw يعني يرمي. كده احنا بصينا على الصور وكتبنا الكلمات بتاعتها. activity 6 نشاط 6 بيقول ايه؟ نشاط 6 functions the following. سؤال ايه ده؟ سؤال الترقيم. خلاص احنا كده حفظنا سؤال الترقيم. هنا بيقول ايه الجملة؟ I have many teeth in my mouth. انا لدي العديد من الاسنان، كثير من الاسنان، in my mouth في فمي. اول حاجة هنبدأ بيها حرف الاي، يبقى كابيتال خلاص كده. بعدها نكمل باقي الكلام ونشوف هل هو سؤال ولا جملة. واضح انه هو مجرد جملة عادية، وكمان هو بنفسه حاطط هنا فول ستوب.
كده احنا وصلنا لصفحة 88. نلقاكم على خير ان شاء الله في lesson 5 الدرس الخامس في الوحدة الثانية في قناة انجليزي ابتدائي مع مس هناء السمان. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.